تتفاقم المجاعة في شمال قطاع غزة مع استمرار منع قوات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى شمال قطاع غزة، ما يضطر المواطنين إلى عمل مثل هذه التكيات المتواضعة والبسيطة من أجل تغطية الاحتياج المتصاعد للأهالي هنا. كانت في هذه الأواني بعض المواد الغذائية التي يتم الاستعانة بها، كما تشاهدون فالسيدات والأطفال يقومون بتعبئة هذه المواد الغذائية للنازحين في مركز الإيواء المتواجد في مخيم جباليا هنا. ما الذي تفعلونه هنا؟ هذا طبيخ معكرونة. نحن محتاجين الأكل كله لله يعين الوقت الناس. الوقت اللي احنا عايشين فيه صعب كثير، الوقت اللي احنا عايشين فيه صعب كثير، واليوم التكيات كلها معكرونة، يا عدس يا رز بصلصة، احنا مش باقيين ولا لحمة ولا باقيين حاجة ناكلها. اليوم كله كنا شربات بندورة وخبز ومعكرونة، كلها كنا معكرونة رز بندورة معكرونة بندورة، كلها كنا زي هيك. طيب هل هذا بيؤدي انه يسكر احتياج الناس؟ لا بأديش الناس الله يعينها وقتها، والناس تجيك من اخر الدنيا تاخذ التكية قاعدين، والتكية كل الناس واضحة صعب، الله يعين الناس الله يعين الناس بالكون. تقدروا توفروا هذه التكية كل يوم؟ صحيح، كل يوم بنوفرها احنا. كل يوم احنا بنوفرها دايم، بشكل دايم، كل يوم احنا في مكان، يوم في المعسكر، يوم في غزة، يوم في النصر، يوم في كل جميع المناطق. كل الناس اللي في المدرسة هنا بياخذوا نصيب؟ كل الناس بتاخذ. احنا بنعمل اكل بزيادة. كم نصيب الأسرة الواحدة؟ الأسرة الواحدة تاخذ تكت زي هذا، صحن ونص تقريبا ما يقارب. لا أسرة من 5 أو 6 أشخاص. أما الأكثر اللي عنده عدد 9 و10 نحط 1.5 زي هذه. شو اللي بتقدموا للناس؟ معكرونة بندورة. هيا طبيخ معكرونة. هذا شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك. المشهد الإنساني هنا يزداد تعقيدا مع استمرار هذه المجاعة والبدائل التي يحاول الناس الوصول إليها لا يمكن أن تكفي أو أن تسد الاحتياج الكبير المتنامي والمتصاعد بفعل هذه المجاعة. إسلام بدر، التلفزيون العربي، من إحدى مراكز الإيواء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.